صباح النور. خير. صباح النور رولا. اليوم أطباق لمدة أسبوع أو أطباق كاملة لمدة يوم بطريقة نربحوا فيها برشا وقت. 100%. اليوم رح نكون عم نحضر أطباق لنهار كامل. رح نكون عم نحضر الفطور، الغداء والعشاء. نقيت أعمل هيدا الشيء كمان فرج العالم إنه عن جد نحن إذا منخطط مزبوط فينا نكون عم ناكل، عم نحضر أكل صحي بشكل سريع وبشكل سهل كمان. إذا أنت توا باش تعاوننا تعطينا مخطط صحيح ويساعدنا برشا إنه نحافظوا على وقتنا ونربحوا وقتنا. 100%. أهم النصائح والحاجات اللي عنا اليوم أكيد أنه باش نستعملوهم باش نجربوا نعملوا بهم حاجة للمشاهدين. أكيد. هلأ تنحنا نكون عم نطبخ صحي، تنكون عم نطبخ قبل بوقت، كتير مهم التخطيط. دايما منقول أنه ساعة بالتخطيط بتخلينا نحافظ على 10 ساعات بعدين. فلازم دايما نكون عم نخطط قبل باسبوع شو هن الوجبات اللي نحن بدنا نكون عم ناكلها على هذا الاسبوع، ونكون عم ننقي وجبات صحيه. بس نحن نعرف شو هن الاشياء اللي بدنا نعملها بصير كثير سهل علينا نحن يكون عنا نشتري ويكون عنا هذه المكونات لهالوجبات بالبيت. طالما هالمكونات عنا بالبيت صار كثير اسهل علينا نحن نحضرها. يعني نحن اذا موجودين بالبيت ما بدنا نفكر انه يي بدنا نروح نشتري هالغراض وبدنا نجيب هالغراض، كل شيء عنا حيكون هيدا الشيء اسهل. اسهل واكيد انه يخلينا نوفر الوقت، وهو هذا الحاجه طبعاً اللي مبنيه عليها فقرتنا اليوم، انه نوفر وقتنا بالحاجات اللي عنا. اليوم عنا برشا حاجات رولا صح؟ 100%. هلا الشيء اللي عملناه هي ثالث خطوه نحن بنعملها تا نكون عم نحضر الوجبات، هي انه الاشياء اللي فينا نكون عم نحضرها قبل بوقت نحضرها اول اسبوع ونتركها بالبراد تنرجع نستعملها بعدين. يوم عطلتنا معني مثلا كانت جمعة أو كانت أحد. 100%. نحط ساعة نحن لنقول نطبخ الأشياء اللي هي فينا نكون عم نستعملها على كل الأسبوع ونتركها بالبراد، بس تنعوزها دغري يعني منجمعهم مع بعض وبتصير عنا الوجبة جاهزة. أوكي. فاللي حنعمله هلا رح نبلش ب عنا الترويقة الغداء والعشاء، وعنا مكونين أساسيين استعملناهم اللي هو الكينوا والبطاطا الحلوة. هن اثنيناتهم من النشويات الصحية كتير. يعني الكينوا هو معروف انه من اكثر النشويات العالية بالبروتينات، والبطاطا الحلوة هي فيها نسبة كتير عالية من الفيتامين A اللي هو كتير منيح للبشرة، اللي هو بيعطي مثل الإشراقة كمان للبشرة. ان شاء الله دائما مشرقين، اذا هكا ننصحكم بالبطاطا الحلوة. نبدأ الترويقة. اول شيء بالترويقة او الفطور، والفطور رح يكون كمان بقلبه كينوا. رح تكون كاسة بقلبها كينوا وحليب وتفاح، ورح نزيد عليها رشة قرفة تعطيها طعمة مثل حلوة. قرفة ناعمة. 100%. ورح نستعمل العسل محل السكر. اوكي. فهيدي الوجبة نحن فينا نكون عم نحضرها كمان ليومين. يعني نحن هلا رح نحضر لنهار واحد، بس فينا نكون عم نحضر كمية أكبر. ونحطها بالبراد على يومين، بتكون ترويقة اللي قلنا جاهزة بس ناكلها. ولا هو السؤال يمكن معناه يخطر على بال المشاهدين الكل، هل الأطباق هذه وقت اللي نحضرها وتقعد معنا في البراد لو فرضنا مدة 4 أيام صحيا ما تتأثرش ما تصيرش فيها مشكلة؟ لمدة 5 أيام ما بصير فيها شيء، طالما نحن حطينا بتبرز منيح وحطينا بحرارة البراد بتضل منيحة، فما في مشكلة بهالشيء. أكثر من 5 أيام بصير كتير. طيب، فإذا أول وجبة هي الكينوا مع التفاح. رح نكون عم نستعمل 1/2 كوب من الحليب، الحليب الخالي الدسم. لكمية أكبر أكيد، أنه كمية أكبر من الحليب مش 1/2 كوب. نعم. إذا نحكي لكمية أكبر، هيدي اللي عم نعمل لشخص واحد. إذا عم نعمل لشخص أو عم نعمل ليومين أو لثلاث أيام من زيد الكمية. ورح نكون عم نحط 1/3 كوب من الكينوا. بس في الملعقة هون رح نحط 1/3 كوب من الكينوا، وطبعا إذا عم نعمل لكمية أكبر بنزيد الكمية، ورح نزيد التفاح. التفاح كمان إذا بدنا نقصه قبل بوقت فينا نكون عم نرش عليه رشة حامض أو رشة ليمون، ما بعرف، في عالم بتسميه حامض عالم بتسميه ليمون، بضل لونه منيح ما بيصير لونه بني، بنسميه القارص، حاجة أخرى معلها. حاجة أخرى كمان. فإذا بنحط تقريبا تفاحة صغيرة بنقطعها بهالشكل.
وبعدين منزيد العسل. أيوة ملعقة صغيرة من العسل ورشة القرفة 100%، اللي هي بتعطي طعمة كتير كتير بتحسن لها طعمتها للوجبة. ايه هي القرفة اصلا كمكون حلو كبهار يستعمل في الاكل، يعطينا دائما نكهة جديدة ولانه صحيا حاجة باهية، فاكيد انه ننصح كل اللي بيستعمل بيعطي طعمة وله فوائد، فاثنين بواحد مثل ما بيقولوا. فهي بنحطها على النار لتقريبا 5 دقائق وبتصير جاهزة، بتصير مثل هيدي. ايوه مثل هيدا الكاس اللي موجودة هون، فينا ناخدها على الترويقة وبتشبع كتير لأنه الكنوة بقلبها كمية عالية من النشويات. ومن بعد في حال أنه تركناها بالبراد نسخنوها معناها أو بتتاكل باردة؟ حسب كل شخص كيف بحبها. بتتاكل باردة، هي طيبة باردة. أي حس لأنه باردة بتتاكل أحسن يمكن مع التفاح هكا تكون فريش 100%. هلا بالنسبة للغداء كمان رح نكون عم نستعمل كنوة، والكنوة مثل ما قلنا نحن فينا نكون عم نطبخها قبل بوقت وهي موجودة بالبراد. في عنا الدجاج كمان، فينا نكون عم نعمل دجاج مشوي لثلاث أيام ونكون عم نحطهم بالبراد بس نعوزهم دغري نحطهم بالوجبة اللي نحن بحاجة لها. وحنكون عم نستعمل كمان الكيل اللي هو من أكثر أنواع الخس الصحية، يعني بسموه مثل ملك الخضار لأنه بقلبه أكثر نسبة فيتامينات ومعادن بأقل كمية من الكالوريز. فرح نكون عم نستعمله، رح نكون عم نستعمل البطاطا الحلوة وقرنبيط والكينوا. الكينوا مكون أساسي عنا اليوم. أيوة. هلا هون هيدي الطريقة اللي أنا باخذ فيها أكلي على الشغل. وأحسن صراحة. طريقة حلوة. اللي هن بنخلط المكونات كلهم بنحطهم بتب وبنضبهم وبناخذهم بس تنكون بحاجه لهم، بس تنكون بدنا ناكلهم بكونوا موجودين. بالنسبه للكينوا قديش فيها من سعرات حراريه؟ هلا قديش تعطينا؟ النص كوب بقلبه تقريبا 100 وحده حراريه. ولكن بقلبه بروتينات كثير وبقلبه الياف اللي هي بتخلينا نشبع كثير على فتره اطول. وبالنسبه لبقيه الاكلات اللي عنا معي مثلا هذا اللي حضرناه لفطور الصباح قديش كم وحده حراريه؟ هذه 300 وحده حراريه. 300 وحده حراريه يعني كل الاشياء اللي حطينا اليوم هن اشياء خفاف بالوحدات الحراريه، هيدي 400 وحده حراريه. رح نكون عم نحضرها كمان مع بعض. يب. بس تيكون عنا الكيل نحن فينا اول ما نشتريه دغري انه نغسله ونقصه بهالطريقه، نقصه ل هون في عنا الصوص حطينا معها كرمال الكيل، اوقات بيكون صعب العلاج فدايما اذا بنحط له الصوص بيصير اسهل. الصوص فيها الحامض او حامض والزيت. بعدين فينا نزيد الدجاج. خليني اجيب لك ملعقة. ايوه هلا هيدي ل 400 وحده حراريه، اذا في اشخاص بدهم يخسروا وزن فيهم يكونوا عم ياخذوا 90 جرام من الدجاج المطبوخ. فاذا بنحط الدجاج ومن بعدها بنزيد النشويات كمان. الشيء الحلو بالبطاطا الحلوه انه بتعطي لون حلو للصحن لانه لونها اورانج بيطلع البرزنتيشن تبع الصحن كثير احلى. تقديم الطبق يكون هكا مزيان وفيه الوان واكيد انه يشهينا 100%. 100%. حلو. فاذا هيك بنكون لانه نحن محضرينهم قبل بوقت. هذا القرنبيط. ايوه. لانه محضرينهم قبل بوقت هلا بدقيقه جهز الغداء اللي قلنا. يعني رائع الطبق جدا رولا. الطبق هذا الطبق قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ هذا الغداء. لا هذا الغداء سارة. هذا الغداء، ولكن هيدا للاشخاص اللي بدها تخسر وزن. اذا انت بدك تحافظي على وزنك فيك اكيد تكوني عم تاخذي كميه اكبر من الدجاج ومن الكنوا، هيك بصير وجبه اساسيه. ممكن يعني يكون مع الغداء طيب؟ تعتبر حياه صحيه؟ مع الغداء تعتبر صحيه على الاخر وقتها.
بس هو ليه شكله شكله حلو صار كشكل حلو يعني لازمنا نذوقه مش نعرفه معنا. صح هلا بعد الهواء اخر حاجه لانه بقات معنا دقيقه رولا والوقت يهمنا خلينا نحكي على العشاء التوست البطاطا الحلوه في كتير عالم بتكون بدها توقف الخبز او بدها تاخذ اشياء خاليه من الجلوتين وخاصه بالليل الناس تحب تبعد على الخبز اكيد كمان ففيها تكون عم تعمل البطاطا الحلوه تستعملها كتوست وتحط فوقها حيلا شيء هي بدها اياه يعني مثلا انا هون حطيت اللبنه فيهم يكونوا عم بحطوا زبده الفستق حيلا شيء بدهم اياه بيستعملوها محل الخبز توست محل الخبز حلوه الفكره لانه حتى نحن صعب علينا انه نختار الخبز الصحي لانه الخبز الصحي اوقات يعني نحن بنفكر انه بس اللي لونه اسمر بس في كتير عالم بيزيدوا بس ملونات عليه وبيكون مثله مثل الخبز الابيض نفس الشيء نفس التكوين فلازم كتير نكون عم ندقق على المكونات يكون اول مكون من الحبوب الكامله يكون بقلبه الياف مزبوطه تنكون نحن عم ناخذ خبز صحي اذا عم ناخذ التوست اللي هي معموله من البطاطا الحلوه خلص نريح راسنا لانه هذا الشيء طبيعي 100% وعارفين انه بقلبه ألياف وبقلبه فيتامينات منيحة لنا. رولا اليوم بصراحة أمتعتنا بهالطبق هذوما أعطيتني فكرة حلوة بما أنه دائما عندي مشكلة الوقت في تحضير الطبق وشنية الأكل اللي لازم ناكلوه تعرفنا على حاجة سهلة في وقت قصير اليوم عملنا 3 وجبات وكانت الفقرة حلوة وممتعة معاك واستفدنا برشا معلومات شكرا لك رولا غدار على فقرة اليوم.